أهلا بكم. خلف كل خبر قصة، وفي بعض الأحيان أجندة تحدد طبيعة التفاعل معه ومسار تطوره. وهنا في برنامج من المصدر سنحاول ربط خيوط القصة ونطارد الخبر حتى المصدر. مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الإيرانية، والإعلام الأمريكي شبه غائب عن المشهد بانتظار نتيجة المفاوضات مع النظام. انتخابات لبنان تحظى بتفاعل كبير في الإعلام الغربي والعربي، لكن رغم التفاؤل الخبراء يحذرون من ردة فعل حزب الله. حساب بيلينكات أصبح أبرز المصادر المعتمدة لتوثيق الحرب في أوكرانيا. من المصدر يستضيف أبرز المحققين في الموقع. في إيران مشهد المظاهرات يتصدر على مواقع التواصل الاجتماعي على وقع توسع رقعة الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء البلاد وسط عمليات قمع شديدة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. التظاهرات التي بدأت مع ارتفاع أسعار القمح والسلع الأساسية بنسبة 300% تقريبا تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام. بموازاة ذلك، يعمل الإعلام الرسمي الإيراني على التقليل من أهمية التظاهرات التي يصفها بالمحدودة. من جهته، يحصر الإعلام الأجنبي الاحتجاجات بالأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار متجاهلاً الأبعاد السياسية التي أججت النقمة على النظام في طهران. وفي هذا الإطار أتت تغريدة الصحفي المتخصص في الشؤون الإيرانية أمير طاهري. رأى في التغريدة أن الإعلام الأجنبي كالعادة لا يفهم طبيعة الاحتجاجات التي تعارض النظام وليست مرتبطة بالاحتجاجات المعيشية حصراً. واعتبر الكاتب أيضاً أن الإعلام الأجنبي يسوق لرواية النظام بأن العقوبات الاقتصادية هي التي تدفع الإيرانيين إلى الفقر، وليس بسبب سياسات النظام التوسعية في المنطقة التي تستنزف ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار نسأل المعارضة الإيرانية الأبرز القاطنة في الولايات المتحدة بسبب التهديدات النظام لها، مسي علي نجاد، أهلا بك. كيف تفسرين تجاهل الإعلام الغربي وخصوصا الأمريكي للمظاهرات التي تعم البلاد وحصرها بالجانب الاقتصادي؟ بداية أود القول إن المظاهرات بالطبع بدأت إثر ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية، لكن بكل صراحة فهي منذ بداياتها اتسمت بالغضب الشعبي ضد النظام بأكمله، وكان الشعار العام لهذه المظاهرات هو أن الشعب لا يريد سيطرة هذا النظام. الشعب الإيراني أصبح مدركاً أن كل ما يحدث هو بسبب فساد النظام. ولنكن واضحين، نحن لم نسمع بأي هتافات ضد العقوبات. بالطبع العقوبات تؤذي الشعب، لكن ما يؤذيه أكثر من ذلك هو الفساد والنظام الديني. وأحد الشعارات التي نسمعها في مناطق عدة مثل خوزستان وغيرها، حيث يخرج الشعب بكل شجاعة إلى الشارع ويهتفون إنهم يكذبون علينا بادعائهم أن عدونا هو أمريكا، بل عدونا هنا هو النظام الإيراني، وأنا بصفتي صحفية وناشطة واجبي أن أوصل صوتهم. الشعب لم يرى أي فوائد من الاتفاق النووي، بل كان يتظاهر احتجاجاً على قيام النظام بإرسال المال إلى سوريا ولبنان واليمن ولحماس ولبشار الأسد وحسن نصر الله. لذلك فإن الشعب غاضب على الجمهورية الإسلامية. وفي أجواء مشابهة لظروف احتجاجات عام 2019، قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت عبر شبكة موبينت، لكن المحتجون استطاعوا خرق الحظر المتكرر للإنترنت ونشروا صور القمع والترهيب الذي مورس بحقهم، رافعين شعارات مناهضة لقوات البسيج ولخامنئي، وذلك بغية لفت نظر الغرب إلى ما يحصل وراء الستار الحديدي للنظام الإيراني، وأرفقوا بهم مقالات رأي تفند الوقائع من داخل إيران.
أمام هذا الضغط الشعبي كان لافتاً غياب شعارات مقارعة الإمبريالية الغربية في الصحف الأساسية للنظام التي ركزت على أخبار المساعدات التي وزعتها حكومة رئيس المتشددة المدعومة من المرشد الإيراني على محدودي الدخل، وذلك في محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي وخفض غليان الناس. ولكن كما كتب حميد عناية الخبير في الشأن الإيراني، فإن المساعدات المالية بالعملة الإيرانية تخسر قيمتها قبل وصولها إلى جيوب الناس، وذلك بظل تدهور قيمة العملة المحلية وتبخر العملة الأجنبية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب دائما بحسب تعبير حميد عناية. في الأثناء توجهت أنظار الإيرانيين إلى موقف البيت الأبيض، فأتى الجواب مفاجئ من الخارجية الأمريكية التي نشرت على صفحتها باللغة الفارسية صوراً استوقفت كثيرين. الصور تحث الإيرانيين على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية، ما شكل صدمة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، الأمر الذي أثار أيضاً امتعاض معارضين إيرانيين وأمريكيين مختصين في الشأن الإيراني كجيسون بروتسكي، الذي وصف في تغريدة إعلان الخارجية الأمريكية بالمخجل. الإدارة الأمريكية سارعت إلى تدارك الموقف بإعلان دعمها للشعب الإيراني بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات. الموقف الأمريكي عبر عنه المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في تغريدة طالب فيها النظام بضرورة احترام حرية التعبير. ونعود إلى ضيفتنا المعارضة الإيرانية الشهيرة ماسي علي نجاد، كيف ترين تعاطي الإدارة الأمريكية مع الموضوع؟ To be honest, Iranian people are furious. لا يعرفون حقيقة الجمهورية الإسلامية، وأنا أشعر أن قلبي ينفطر عند رؤية الضحايا، في حين أن بعض الديمقراطيين والليبراليين ممن يؤمنون بحقوق الإنسان التزموا الصمت، معتقدين بأنهم إن تحدثوا عن القتل سيفقدون فرصة إبرام اتفاق مع الجمهورية الإسلامية. حتى البيان الذي صدر للتو عن الإدارة الأمريكية ليس فيه ولو حتى تنديد بأعمال القتل، كيف ذلك؟ كيف لهم أن يتحدثوا فقط عن أن الشعب الإيراني شجاع بخروجه للشارع وأنهم يحترمون حقهم هذا؟ سواء احترمته أو لم تحترمه، سيستمر الشعب الإيراني بالتظاهر وسيقوم بالإطاحة بالنظام، وسيتمكن في يوم من الأيام من التخلص من هذه الدكتاتورية، والتاريخ سيحكم عليكم عندما نرى أنكم تهاونتم مع قتلتنا. وأذكركم هنا أن الشعب الإيراني في الداخل يدعو العالم إلى عدم التخلي عنه، وهم يعرفون أنه بغياب الإنترنت سيقتلون أو يعتقلون، لكنهم مع ذلك يواصلون ويطالبون بإنترنت متاح. إن لم توفر لهم الإنترنت والتواصل الاجتماعي وإمكانية استخدام تويتر وإنستغرام، على الأقل لا تحذف الصور والفيديو التي يرسلها مواطنون إيرانيون. الخوف الأمني لا يقتصر على المواطنين داخل إيران، فالإيرانيون الموجودون في أمريكا يخشون على حياتهم أيضاً، كما كتب كارميل ميلماد. وفي هذا الإطار أثار ظهور بارفيز باراستوي، وهو أحد أعوان قاسم سليماني، أثار ظهوره في لوس أنجلوس ردود فعل منددة في صفوف الجالية الإيرانية في أمريكا. الإيرانيون في أمريكا استغربوا منح الرجل تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة وهو مرتبط بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني، الموضوع أصلاً على لائحة الإرهاب الأمريكية. الأمر لا يقتصر على ظهور بارفيز في حفل إطلاق فيلم في لوس أنجلوس، فهناك اشتبك الرجل بشكل مباشر وعنيف مع عدد من الحضور الذين رفضوا وجوده في المكان، وانتشر فيديو للاشتباك على مواقع التواصل الاجتماعي. ماسي علي نجاد، أنت تعرضت لمحاولة اختطاف من داخل أمريكا، هل تعتقدين أن أمنك أصبح في خطر أكبر الآن؟ يتوجب علي القول أنه بالنسبة لي ولملايين الإيرانيين ممن يعيشون داخل إيران والألاف خارجها، لطالما بقي هذا النظام في السلطة نحن لسنا بأمان. النظام الإيراني يحاول يائساً الحصول على اتفاق من إدارة بايدن، وإدارة بايدن لديها أمل بالجمهورية الإسلامية، لكنني أود القول وبكل وضوح، إن لم ترى الجمهورية الإسلامية أي تبعات أو عقوبات أو نتائج لتصرفاتها، فكيف لها أن تغير سلوكها في المنطقة؟ لست أطالب إدارة بايدن أن تأتي لتنقذ الشعب الإيراني،
فإن لم يكن يهمكم تعرض الإيرانيين للقتل، عليكم أن تهتموا بمواطنيكم الذين يقتلون على يد النظام. أقول للغرب، إن أردتم حقاً التوصل إلى اتفاق بدون الاكتراث بحقوق الإنسان، فإنكم لن تصلوا لأي شيء سوى تمكين نظام القمع من الاستمرار بالاعتقال والخطف والقتل ونشر منظماته الإرهابية. وفيما يمعن النظام الإيراني بقمع شعبه، تستمر رقعة الفقر بالتوسع في إيران، ويقابلها ثراء فاحش لدى الطبقة الحاكمة، لتتوسع الهوة الاجتماعية حسب مقال موقع مجاهدي خلق المعارض، مستعرضاً بالأسماء رجال النظام الذين يتمتعون بثراء فاحش، ويطالب الموقع بإفراغ جيوب الأغنياء لإطعام الفقراء. نتابع من المصدر بعد الفاصل. بعد الانتخابات اللبنانية، حزب الله يشغل اسطوانة التهديد، والمعارضة الشبابية ترد بأغنية. أهلا بكم من جديد. حصدت الانتخابات البرلمانية في لبنان تفاعلا لافتا حتى في الإعلام الأجنبي، الذي رأى فيها ضربة لحزب الله ولحلفائه. وجوه جديدة ظهرت وشخصيات مستقلة فازت. حزب الله وحلفاؤه خسروا الأغلبية في البرلمان. قضية سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة هي القضية التي توحد الأغلبية البرلمانية اليوم في لبنان، ما قد يدفع بنقاش جدي وجديد حول الاستراتيجية الدفاعية في لبنان. ولكن يبقى التفاؤل بدولة مدنية حذراً. حنين غدار في معهد واشنطن قالت إن حزب الله المهان سيكبح زخم انتصار المعارضة في الانتخابات، لكن هذه المرة استخدامه للسلاح كما حصل في انتخابات 2005 و2009 لفرض قراره رغم خسارته للأغلبية قد لا ينجح، وذلك بسبب خسارته للغطاء السياسي الذي كان يتمتع به في السابق. لم يكد حبر تقرير معهد واشنطن يجف حتى بدأ حزب الله حملته المضادة غداة الانتخابات. وفي هذا السياق كتبت صحيفة الأخبار التابعة لحزب الله بأن الانتخابات تكرس الانقسام الوطني، مهددة ضمناً بحرب أهلية. وعلى غرار العراق، بدأ الفريق الخاسر التسويق لحكومة وحدة وطنية. النائب في حزب الله محمد رعد لم ينتظر طويلاً حتى بدأ يهدد إما التعاون مع الحزب وإما الحرب، وعادت اسطوانة التخوين لمن يعارض حزب الله، في حين أصر أمين عام حزب الله أن ما من أحد يمتلك الأغلبية، ضارباً عرض الحائط نتائج الانتخابات. لأنكم وقفتم مع الباطل ووضعتم أنفسكم بنفس خانة الخائنين مع جاجع والسنيورة وأمثالهم، قد نحن لا نعرفكم لأن التصويت سري، ولكن الله عرفكم وكنتم في فئة المتخاذلون المنافقون، عودوا إلى الله وتوبوا إليه. لكن النقطة الأساسية بقراءة توكيبة المجلس النيابي الحالي هي أنه ما في فريق سياسي اليوم بالبلد، خلافا لما كان عليه الحال بال 2018 و 2009 و 2005، ما حدا بيقدر يطلع يدعي ويقول انه الاغلبيه النيابيه الاكثريه النيابيه معي. تعليقات كثيره حول مستقبل لبنان قبيل الانتخابات ضجت بها مواقع التواصل، وعلى راسها موقف الاعلامي البارز عماد الدينادي. علينا ان نقرا الفاتحه على مستقبل الاستقرار في لبنان، لأنه مستقبل الاستقرار في لبنان له علاقة بالاقتصاد، وفي 72 مليار ذهبوا مع الريح ولا يمكن لهم عودتهم مرة أخرى.
بعد هذا التعليق المتشائم لعماد الدين أديب ينضم إلينا لنسأله عن رأيه بعد صدور نتائج الانتخابات. أستاذ عماد الدين أديب، أهلا بك. بعد دخول وجوه جديدة إلى البرلمان اللبناني، هل ما زلت متمسكا بتشاؤمك؟ ما حدث هو أن هناك تغيير نوعي، لكنه لم يحدث التغيير المطلوب. ما زالت نفس عناصر انهيار الدولة بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات متواجدة في نظام الحكم اللبناني. لو تحبي أشرح لحضرتك فضل. إزاي قبل التغيير المطلوب، التغيير الذي حدث في ما يمكن أن تسميه الرابح والخاسر. الرابح بشكل واضح جدا هو المجتمع المدني، حزب القوات، مجموعة من الأفراد المستقلين. الخاسر هو السنة السياسية، هو التيار الوطني، هو جزء من الثنائي الشيعي الذي حدث خرق له في دائرتين بالتحديد. لكن في نهاية الأمر ده تغيير. لكن افترضي من باب الخيال السياسي ان 128 نائب في البرلمان اللبناني كلهم وجمعهم من ما يسمى بالمجتمع المدني، من ثوار تشرين. في تصور أفضل من كده لمن يؤيدون النظام الجديد أو حلم التغيير أو حلم الإصلاح؟ 128 نائب. لو افترضنا سيظل هذا الرئيس هو نفس الرئيس اللي هو نظامه مستلب من إيران، سيظل حزب الله لديه 120 ألف صاروخ و100 ألف مقاتل وتمويل لا ينقطع من طهران، سيظل القرار في الداخل اللبناني له علاقة بالوضع الإقليمي، يعني اللاعب الإقليمي هو العنصر الحاسم وليس اللاعب المحلي. خرج دور اللاعب المحلي في لبنان من الباب ولن يعود إلى الأبد، لأنه لبنان الموحد السيد الحر المستقل ذهب في رحلة غياب ولن يعود الآن في ظل هذه المعادلة. سيظل حزب القوات وجبران باسيل معركة أن يكون رئيسا للبلاد هي معركة الحياة والموت، يعني مستقبل جبران باسيل أهم من مستقبل جبران، أهم من مستقبل لبنان. سيظل أنه النظام الأمني السوري يحاول أن يدخل اللعبة رغم أنه خسر من خلال ممثليه في الانتخابات الأخيرة. حدث تغيير؟ نعم. لكن لم يحدث التغيير؟ نعم. لكن ألا يمكن أن تشكل الأغلبية الجديدة اليوم ضغطا حقيقيا لمناقشة وضع سلاح حزب الله وقضية الاستراتيجية الدفاعية؟ سيدتي يجب أن نفهم طبيعة العلاقة العضوية للحزب بطهران. هذه ليست مسألة تسليم سلاح أو عدم تسليم سلاح. القصة ببساطة شديدة جدا أنه، وده أنا لا أتجنى على حزب الله، يعني ما عنديش عداءات مثلا عاطفية تجاهه أو عقائدية، لا. القصة ببساطة أنه جزء من دولة ولاية الفقيه كما أعلن سماحة السيد حسن نصر الله، وأن المشروع الذي يسعى لإقامته مرتبط أساسا بإيران قبل أن يقوم بلبنان، وأن لبنان من ناحية الشكل النموذجي الذي يتخيله حزب الله أن يكون جزءا من ولاية الفقيه. فمن هنا قرار، يعني الناس أعتقد أن هي يا مش فاهمة يا بتمزح يا بتحاول تبتز حزب الله لما يقول له سلم سلاحك. السلاح هو مكون أساسي من قوة الحزب الذي هو جزء أساسي من مشروع ولاية الفقيه في إيران. إذن أنت لا ترى بأن الحل يمكن أن ينتج لبنانياً؟ الحالة اللبنانية لقد انكسرت فكرة الدولة الوطنية في لبنان وتشرذم الجسد السياسي، ولم يعد الحكم حكماً توافقياً، ولم يعد لبنان هو منارة التنوير التي كنا نقتدي بها، ولكن أصبح
من هو قوي على مسرح العمليات بقوة سلاح وبقوة نفوذ وبقبضته الأمنية هو العنصر الحاكم والمؤثر. بس هو عنصر حاكم ومؤثر مش بشكل محلي، هو قوته مرتبطة بالوضع الإقليمي بقوة إقليمية أساسية هي إيران. أستاذ عماد الدين أديب، شكرا جزيلا لك. شكرا. من جهة أخرى وفي إشارة واضحة إلى رفض الشباب للطبقة السياسية في لبنان، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية حملت بشدة على الطبقة السياسية الفاسدة والمتواطئة بين بعضها البعض ضد الشعب اللبناني حسب ما جاء في كلمات الأغنية. لنك بابا لنك سيدي لنك بي الكل كلن يعني كلن كش ملك فل تاريخ ملطخ بالدم والفتنة والحرب والسم لبقى تهدد لبقى تخون فينا فاكر لما تقول له سيبك يعني هجري وراه روح معلك لملم أكذبك أنا روحي بقاش تفتاك خطاب إرهابي حامي سرقة ونهب وقتل عايز يكسب أجر حاكم عدم حاكم وإلى الحرب الأوكرانية التي اقتربت من شهرها الرابع، وقد تميزت هذه الحرب عن سواها بالجهود المبذولة لتوثيقها، فالخارجية الأمريكية أعلنت عن مرصد لتوثيق جرائم الحرب في أوكرانيا، هذا من جهة. أما من جهة أخرى فتعددت المبادرات الفردية الهادفة إلى جمع أكبر عدد من المعلومات حول الحرب الأوكرانية، ومنها موقع بلينكات الذي ذاع صيته عندما كشف عن دور روسيا في إسقاط الطائرة المتوجهة من هولندا إلى ماليزيا في شرق أوكرانيا في عام 2014 قبل أن تحقق أو تتحقق الدول من ذلك. واليوم الصحافة العالمية تتابع الموقع عن كثب يوميا بحثا عن معلومات جديدة، وتحول الموقع بفعل مصداقيته إلى أحد مصادر محكمة الجنايات الدولية التي تعنى بجرائم الحرب. وينضم إلينا جيك كودن من الولايات المتحدة المتخصص بالكشف عن الذخائر العنقودية في الموقع. أهلا بك، ما أبرز ما تم كشفه حتى الآن فيما خص استخدام الذخائر العنقودية؟ هناك أدلة كثيرة على سقوط قنابل عنقودية في مناطق مدنية كبرى لا يحيط بها أي موقع عسكري، بل مدارس ومستشفيات والبنى التحتية المدنية التي لا مبرر لاستهدافها على الإطلاق بالذخيرة العنقودية بوجه الخصوص، ولا يجب استخدام الذخيرة العنقودية من الأساس. الآن هناك في أوكرانيا الكثير من الفيديوهات والصور تصل إلى شبكات التواصل الاجتماعي يوميا، وقد أصبحت بمثابة مخزن للصور. والتحدي الكبير هو جمع هذه الصور وتصنيفها إلى فئات، ومن ثم التحقق من صدقيتها، وحصلنا على دلائل كثيرة عن استخدامها في أنحاء أوكرانيا، وهو سلاح بالأساس عشوائي وليس من الأسلحة التي تتميز بالدقة، وقد تم استخدامها في المناطق المدنية، الأمر الذي يعد جريمة حرب إن ثبت استخدامها عن قصد في المناطق المدنية المأهولة. لذلك من المهم جدا توثيق الأدلة المتوفرة عن استخدام الأسلحة العنقودية من خلال الصور التي تثبت أنه تم استخدام هذا السلاح. جيك جودين، شكرا جزيلا لك. والآن إلى أخبار سريعة عن الإعلام. جدل جديد أثاره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هذه المرة من باب الإعلام، بعدما هاجم فوكس نيوز لعدم عرضها وثائقي عن الغش في الانتخابات الأمريكية، ودعا ترامب في المقابل قناة CNN بأن تكون أو تسلك نهج المحافظين، معتبرا بأن ليس لديها ما تخسره إن فعلت ذلك. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أشعل المذيع الأشهر في أمريكا تاكر كارلسون جدلا واسعا بعد اتهامه بالعنصرية من قبل البعض في الإعلام الأمريكي، على اعتبار أن برنامج كارلسون يتضمن أفكارا تعود إلى حقبة مظلمة من تاريخ أمريكا، مشيرا إلى أن البرنامج يركز على نظريات تحاكي تفوق العرق الأبيض. وفي خبرنا الأخير، لا يختلف اثنان بأن جلسة المحكمة التي تنظر بقضية الممثل الأمريكي جوني داب وزوجته السابقة أمبر هيرد تحظى بتغطية إعلامية عالمية قل نظيرها، لكن المفارقة أن المحاكمة حولت بعض مستخدمي تطبيق تيك توك لمؤثرين بارزين، ومنهم صوفي دوغيت التي تحولت إلى إنفلونسر بارزة تحظى بمتابعة عالية بسبب نشرها لمقاطع فيديو تتعلق بجلسات المحكمة، واستطاعت دوغيت أن تحصد أكثر من 30,000 متابع بيوم واحد. ومع هذا نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم، موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.